اليوم بخلاف باقي الجلسات استمرت المرافعه ديال الزملاء في واحد الجو اللي عادي اللي غير مكهرب بحال عشتوا الجلسات السابقه. ورفع الاستاذ زغلول اليوم واللي اكد المحكمه المقاره بشكل قانوني ومن خلال الوقائع المتمثله اساسا في الاشرطه ديال الفيديو وتصريحات ديال ضحايا او مشتكيات بما فيهن اللواتي لم ينتصبن كمطالبات بالحق المدني والتي اكدت فعلا بان الضائر في الشريط وهو توفيق بوهجرين كما تحدث الزميل على الخبره والوقائع ديالها. هذا هو اللي كاين لحد الان جديد. الجديد كذلك هو ما اصدر اليوم على السيد وكيل عام لدى محكمه النقد بشان الشكايه اللي تقدم فيها الاستاذ النقيب محمد زيان في مواجهه الاستاذ نائب الوكيل العام السي جمال واللي تيقول فيها انه تيتستر على الجرائم ديال التعذيب والتنكيل والامور الحاطه بالكرامه في حق الموكيل ديالو والتي يقوم بها المحامين ديال المطالبين بالحق المدني. اولا السابقه في تاريخ المغرب في عهد الاستعمار ما كانوش النقباء الفرنسيس كيوشيو بالمحامين زملائهم بحال الشكل اللي قام به الاستاذ نقيب زيان. ويا ريت الوشايه كانت صحيحه وشايه كاذبه ما ثبت لهذا الفريق من هيئه الدفاع ان مس او هان او حط بتصرفات حاطه بالكرامه وحنا اساسا ضد هذا النوع من الممارسات اللي في الحقيقه هذا الشيء اللي دار واللي عبر عليه في الندوه الصحفيه اللي عقدها في الرباط هي فقط غير من اجل الهروب الى الامام في هذا الملف ولان الحقيقه القضائيه بقات كتبان. المعطى الجديد وهو التصريح ديال الاستاذ النقيب عبد اللطيف بوعشرين اللي كنكنوا ليه جميعا كل التقدير والاحترام والانسحاب ديالو فعلا حنايا خلى واحد الاثر واحد الوقع عندنا. علاش؟ لان كان تدافع قانوني وكان توازن وكان انسان اللي منطقي وقانوني كما عهدنا فيه ذلك دائما. ولكن احنا تعلمنا في التقاليد وفي الاعراف ديالنا المهنيه لا تعقيب على النقيب. كيبقى الامور الاخرى اللي سواء تعرضت لها شخصيا او بعض الزملاء في بعض ماشي في بعض في المنبر الاعلامي اللي كان تابع ليه سي توفيق بوعشرين هنالك نقابه المحامين بالرباط اللي غتقوم بالمتعين وهاد الاساتذه يعني حطينا ملفاتنا عند السيد النقيب باش غتسلك المساطر طبقا للقانون. فيما يتعلق بجلسه اليوم كاين فريق اللي هيئه الدفاع المطالبين بالحق المدني اللي غادي يتقدم بالامور ديالو واللي الامور غادا تبقى مستمره وبطبيعه الحال حنا ما كاينش شي تنازل على استراتيجيه الدفاع ديالنا غنبقاو مستمرين في الدفاع على الضحايا بما اوتينا من قوه وما غادي يرهبنا لا تهديد ولا تلويح باي شكايه اللي كنعتبروا حنا هذا النوع من الممارسات هي فقط من تلطيق الصبعه ديال هيئه الدفاع وتنيها على الرجوع للامام. هذا هو اللي